أنا من نيجيريا وأرجو من فضيلة الشيخ تفصيل القول في قضية الخط في التراب، حيث إننا نجد بعض المتطرفين يرون عدم صحة الصلاة وراء من يخط في التراب ويعدونه كافرا أو مشركا، فهل الخط في التراب والكهانة والعرافة شيء واحد؟ أنا لست متخصصا في الخط في التراب، لكن يبدو أنه نوع من أنواع العيافة. إيه العيافة دي؟ يعني كأنها استنباء للغيب، يخطون أشياء في التراب ويجدون خطوطا متوازية ويستنبطون منها ماذا سيكون غدا، وهذا حرام. وهذا الذي يفعل هذا الشيء، إن كان معنى هذا الكلام ما أقول، ارتكب معصية ينبغي أن يتركها. أما التكفير والإشراك والتشريك فهو أمر تفعله النابتة لا من أجل الخط، وإنما من أجل تكفير الناس.